plus un handicap mais plutôt un malaise de communication qui nécessite une éducation continue. المشروع ديالي هو ادماج اطفال التوحد عن طريق التربيه الحركيه. وبالنسبه كما لا يخفى على الجميع ان اطفال التوحد كثيري الحركه كثير يعني ايبر اكتيف، فقمنا باستثمار هذه الحركيه الزائده او هذه الحركيه اللي مفرطه في انجاز واحد المشروع اللي الاهداف مجموعه عنده مجموعه من الاهداف. الحمد لله في ظرف سنه واحده قدرنا نحققوا ثلاثه اهداف، من بينهم هو الادماج الحركي او الادماج السوسيو بسيكوموتريس في واحد لو ميليو ديال الوليدات اللي اسوياء، قدرنا انهم ندمجوا معهم، قدرنا نخدموا على لو شون فيزويال ديال اطفال التوحد، وقدرنا نخدموا على بزاف الحويجات. ومازال عندنا مشروع، مازال هذا المشروع مستمر ان شاء الله، مازال عندنا اهداف اخرى وكنطمحوا للتحقيق ديالها كامله، لما لا نوصلوا للمشروع 100%. لحد الساعه كنقولوا حققنا 36%، وان شاء الله ممكن نزيدوا لقدام وحنا راهين الاشاره. شاركت هذه السنه في جائزه استاذ السنه النسخه الرابعه في فئات التربية الدامجة بموضوع تسفير الكتب وكيفية تأثير هذا المشروع على يعني تعلم مهارات الرياضية بالنسبة للتلميذ. بهذه المناسبة كنشكر وزارة التربية الوطنية اللي نظمت الجائزة بمشاركة مع مؤسسة الزاهد، كما كنشكر أيضا جمعية أصدقاء المدرسة العمومية. المشروع يستهدف يعني مجموعة من المهارات، مهارات تواصلية، مهارات يعني الفنية والإبداعية، وكنخدم مع الفئة ديال الأطفال في وضعية إعاقة سمعية عميقة. نعم، على الطرح ألف مبروك سي رشيد. الجائزة هذه يعني هي بمثابة واحد الخطوة رمزية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، إعادة الاعتبار للأستاذ الذي يشتغل، بمثابة تكريم وعرفان بالمجهودات والتضحيات التي يبذلها رجال التعليم في أقسامهم مع المتعلمين. طبيعة الحال هذا التتويج وهذا الفوز هذا سيكون أكثر من هو تكليف، أكثر من هو تشريف، سيلقي على عاتقنا مسؤولية إضافية على المسؤوليات التي نتحملها. واكيد ان هذا ان شاء الله هذا التدويج هذا وهذا الفوز هذا غادي يضخ واحد الدماء جديده فكافه في روح او ارواح جميع الاساتذه المتوجين، ويكون ان شاء الله واحد يعطيهم واحد الحافزيه للاستمرار في العمل وبدل يعني الجهد مضاعف في سبيل هذا البلد في سبيل ناشئته. وشكرا. سعادتنا بلا حدود، لان تبارك الله الاطر التربويه المعطاء المتميزه نسعد بها، هي تسعد ولكن نحن نسعد اكثر، لان عطائها يمكننا من او عطائها يبني البلاد. تتميز النسخه الرابعه بالجوائز الجهويه التشجيعيه، كما تتميز ايضا بهذه السنه كاين هناك نصيب للاطفال فلهم ميداليات لكي يحتفظوا بهذه الذكرى الطيبه. جائزة أستاذ السنة هي في الحقيقة تؤسس لذاكرة مدرسة مغربية، لذاكرة مدرسة مغربية تبنى بها الأجيال.